طيب خلينا نروح على الشق الإداري أو شق مختلف بيتعلق بالجانب التسويقي بالنسبة للنادي الأهلي والرعاية اللي بتتعلق بالنادي. وشفنا اتنين من رعاة النادي الأهلي كان في مؤتمرات صحفية على مدار الأسبوعين اللي فاتوا بشكل مميز جدا. الراعي الثالث اللي هيتم الإعلان عنه بكرة بإذن الله تعالى في مؤتمر صحفي مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيقام الساعة 1 ظهرا، وهيكون في تغطية من خلال قناة الأهلي لهذا المؤتمر زي ما حضراتكم متعودين دايما. المؤتمر ده هيكون من خلال تواجد مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل مع مجلس إدارة شركة جي إل سي اللي هترعى النادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة. ده راعي ثالث من ضمن رعاة النادي الأهلي في عقد الرعاية الجديد، وحاجة بصراحة تفرح وحاجة مميزة جدا. و كم الرعاه اللي يعني بيتهافتوا على رعايه النادي ده ايه ليه؟ نظرا لقيمه النادي الاهلي، جماهيريته، شعبيته، السوشيال ميديا ما تيجي تبص عليها تلاقي النادي رقم 5 على العالم من حيث التفاعل على السوشيال ميديا والصفحات المختلفه على السوشيال ميديا للنادي. كل الامور دي اكيد بتجيب لك رعاه بشكل كبير، يعني بخلاف بطولاته وتاريخه ومشاركاته في افريقيا وفي كاس العالم مشاركات متتاليه. فنادي بيسوق يعتبر للرعاه بشكل اكثر من رائع. فدي حاجة من الحاجات اللي بيفتخر بها دايما جمهور الأهلي واللي بيركز عليها دايما جمهور الأهلي. والله ما تلاقوش أي جمهور في أي حتة في العالم يقول لك الرعاه وإيه الموقف الرعاية والفلوس اللي النادي هياخدها دي. شوف دي قيمة الأهلي وجمهور والله العظيم يعني. فدي حاجة برضو من الحاجات الإيجابية. فبكرة إن شاء الله انتظروا مؤتمر صحفي هيكون كمان بيحضر فيه بخلاف مجلس الإدارة وطبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هيكون متواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدد من لاعبي الفريق الأول، وكمان هيحضر الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي مع عدد من لاعبي فرق النشاط الرياضي المختلف. فان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مختلف الملفات دائما وابدا.